وأضاف السيسي أن مشروع محور المحمودية بالإسكندرية تأخر انطلاقه، وأوضح أنه يعد محور تنمية متكاملا، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من المحور العام المقبل. محافظة إسكندرية احنا بنتكلم على مشروع محور المحمودية، وهو تأخر انطلاقه، لان احنا لو يعني كلام المفروض ده كان ينطلق من 3 شهور فاتوا. وبالمناسبة محور المحمودية ده مش محور معمول، ده مش طريق يا جماعة. الناس اللي موجودين بيتناقشوا في الموضوع دوت، ده مش طريق، ده محور تنمية متكامل. انا هقدر ابني الاسكندرية الجديدة على 18,000 فدان من غير ما يكون في محور يقدر يلبي كل المطالب الحركة والتنمية بتاعتها؟ مش ممكن. هتلاقي بقى المحافظ عنده مشكلة مع التمويل مع الحكومة، مش كده؟ يعني لا، المشروع ده ينطلق، وقائد المنطقة الشمالية مع المحافظ مع وزير الإسكان مسؤولين قدامي ان احنا سنة من دلوقتي، النهاردة كام؟ اول فبراير اهو، يبقى ان شاء الله عليكم خير فبراير السنة القادمة نكون بنفتتح، لو اللي هيكون موجود يفتتح محور المحمودية. مش محور، ده مش طريق يا جماعة، ده عبارة عن محور تنمية متكامل.